قبل ما بلش فيديو اليوم شايفك يا سميرة انك مانك عامل سبسكرايب، فقالي لي ليش اسمها انك عامل سبسكرايب؟ فوتي على الدايركت مسج عندي على الانستغرام وعملي لي لا غير موضوع انزلوا تحت لشو اسمه اكتبوا لي ارقام تليفونك مشان لا انزلوا تحت من لايك سبسكرايب وكومنت فوتي اعملي لي سبسكرايب لايك ولايك كومنت وسبسكرايب فوتي اعملي لي لايك وكومنت وسبسكرايب خليني ابلش فيديو كاس بشوف توت على كم سنه لا مو براسك هذا انا صح هذا انت انا انت انا انا كيف هو بتاع انا انت خير يا جماعه كيفكم شو اخباركم ان شاء الله تكونوا تمام انت لا اذا ما انك عامل لايك ما تنسى فكره اليوم هو انا طلعت بهالبني ادم هذا قلت شكله حياته حلوه صح انت طلعت بهالبني ادم هذا قلت انه والله شاء حياتي حلوه بدي حياتي تكون زق الله يسامحك المهم انا وغيث حنبدل حيايات 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 حياتك بتصير حياتي وحياتي بتصير حياتك يعني انت حتعيش حياتي انت حتعيش حياتي حنبدل بيت سياره تليفون ثياب صديقه شو حبيبي شو بدل ما فايده بدل نفس الشيء حبيبتي احلى من حبيبتك حبيبتي احلى من حبيبتك والله والله حبيبتك احلى من حبيبتي والله شفت حنبدل يعني افتح السياره محفظه اوتيل هاي غرفه الاوتيل حط التليفون ساعتي حبيب تطبيق كمان تفضل سلم جزداني جزدانك سياره سلم بيت ومفتاح الخزنه تليفون درن تليفون بترد اوكي باحترام احنا صاحيين بكير اليوم مشان نعمل لكم هذا الفيديو ان شاء الله تنبسطوا فيه ان شاء الله يعجبكم كبدايه ايش لازم نعمل غير الثياب صح ولا لا 3 2 1 ما زبطت صح 3 2 1 حلو عني يا زلمه بدنا اديتور جديد والله بدنا اديتور جديد هلا نوري انت طالع طلب مدرسه شو الدرس اليوم انا ضربتك كف هلا مين كون عم بضرب سانجرو انت توشلع دير بالك حياتي دير بالك حياتي يلا تيك يلا انت من هون انا من هون يلا شوتك تيو ايش الكشخة هذه ايش الكشخة غيب شو هاد ايش السيارات شو مركبني يا اسامة يا زلمة ما شاء الله ما شاء الله شوف هاي سيارة غيب يا سلام قصدي سيارتي هاي سيارة ولا تابوت منظري مو منظر ابدا بدي اروح في حياته هذا الكندي الفيديو فيديو ولازم نخلصه حياتي احلى بكثير ليتس جو والله حياتي احلى انا هلا اطلع مع شلة كندية ما بيعرفوا يحكوا كلمتين او ماي جاد خطوه جدا مهمه من الفيديو انه ننزل ستوريات عن بعض هاي تليفون غيث هاي الانستغرام تبعه هلا حنزل كاني هو بالفلتر اللي هو بيستخدمه ونشوف الضحك ونشوفكم الرياكشنز حط الكاميرا هيك وانتم تتفرجوا قبل ما نعمل ستوري هلا والله جايز كيفكم شو الاخبار صباح الخير ان شاء الله تكونوا تمام اليوم بدي اروح على الجيم راح علي الجيم مشارب وينك يا جماعة الفيديو اللي حتينزل جديد على اليوتيوب حيكون كتير حلو كتير غريب أول مرة بعمله واللي هو أنه أنا خطفت ميلا من أهلها يس جايز كتير متحمس للفيديو اوكي سو غيث منزل ستوريات من اكاونتي او من اكاونت شو اكاونته المهم تعال نحتاج نشوفهم سوا يا جماعه الفيديو اللي حتنزل جديد على اليوتيوب حيكون كتير حلو كتير مره بعمله واللي هو انه انا خطفت ميلا من اهلها يس جايز كتير متحمس للفيديو اللي هي حياتي العايشة منزل ستور خلينا نشوف هلا والله جايز كيفكم شو الاخبار صباح الخير ان شاء الله تكونوا تمام اليوم بدي اروح الجيم ما علي الجيم نايس نايس والله عايش حياتي صح اوكي جاينا تليفون هلا هذا اول تليفون بيجي على تليفون غيث تعال نرد شورب هذا على فكرة الو كيف برو تمام شو اخبارك او جايز برو شو برو جوعان جايز برو جوعان ايه جوعان بدي اكل جايز برو بدي اطلع اشوف حدا من اصحابي جايز طب مين في من الشباب العادي بيرد علي طب تعال عيش حياتي عيش حياتي كمان هذا اول تليفون متوقع عدينا بطريقه حلوه هلا لازم نلاقي حدا يطلع معنا طلعه من صحابي اللي هن اصحاب شو من صحاب غيث اللي هن اصحابي وناكل تعالوا كمان ناخذ له لغيث هديه ناخذ له هاي هديه بنطلونه خليه يجي لاقيها بعدين برو شو برو كيفك برو حبيبي يا برو برو انت هلا انت واحد من الجايز صح من الجايز يس الجايز هلا والله جايز ما لقيت حدا يطلع معي فبالاخير مشارب اجى حدا يطلع معي حنروح ناكل هلا و صح سؤال فضلت عشاك مشاورب يا مالك حدا يطلع معك وتطلع معي احلى مشاورب احلى برو احلى برو انت لحالك خير حالك برو هلا جبنا عصير بطيخ شوفوا مشاورب يا سلام مشاورب انت احكي لي بما انه انا غيث اليوم طيب اعطيني نصائح كيف كون غيث
كيف تكون غيث تصرف بغباء ثم تفكر دائما اوكي كون ندل هلا هذا شيء طبيعي طبيعي صح المفروض اعرفه يعني ما بدك من يقول لك عنه كسول والله مع البنات شوف الموضوع بينه وبينك اوكي هلا كل العالم فكرته اللي هو مزبط كل بنات العالم هون صار له معي شيء ساعتين جد ساعتين ثلاثه اكثر كمان ما حدا عم يعبره يا اخي ما حدا بيعبره ولا حدا مو طبيعي بتقول انه رجع حياتي اشرف اكيد رجع حياتك اشرف كنت اثنين يحكوا فيها جايز ظبطه معي جايز جايز لا لا يعني الزناخة بدمك الزناخة بدمك تمام احد من اصحاب بي اللي هو انا اسامة اسمه احمد اسمه محمد ما بتلخبط شوي باصحابي معلش ما مشكله اني انت بس فريند تبعي اني اخر فتره مو طايق كثير اسامة قصدك اه اوكي ما حد بيطيقه اصلا انا كغيث زمان لما كنت غيث ما كنت طيقه اسامة مين مرافق بنات مع مين بيحكي مع كم بنت بس تمام بس خلص اعطيني اسماء مش نحكيين على انستغرام انتوا لما تطلعوا على شو بتحكوا انتوا طلعاتكم الكنديه واقسم بالله ملل يعني مو لهالدرجه يعني رجعوني لمشارب مش مصدق انت تخلص العادة بدي ارجع على البيت بدي يخلص اليوم مليت من اصحاب حبيبي سهل. لا عم بحكي تليفون شو هدول اصحابه كنديه زياده عن اللزوم ما بنطلع معهم كل حكيهم ممل اوكي يا جماعه بعد يوم شاق واخيرا رجعت على البيت هي السياره تصبحي على خير طلع بيتي فوق هون ليتس جو مفتوح بس يوتيوب وقصص هيك هلا داخل على بيتي هلا انا يا سلام يلا يلا انا اجيت الله شوفوا الضوء ببيتنا كيف على فكره هي مو من الكاميرا هي من الضوء بيتنا انا اسف يا جماعه شو هذا يا سلام شوف لحظة اوكي تمام هيك لحظة دخلي نحط هذا هون هيك اوكي تمام عنده كريمات اكثر من صاحبتي طلع 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 شرح لكم الخطة هلا غيث بالاوتيل المفروض عندي عم بينام عم بغير وهيك فانا هلا بدي فوت على خزانته اختار بيجامة حلوة هيك وحط راسي هون ونام وبعدين بكرة الصبح نروح نشوف غيث وهيك نلاقي شي بيجامة شورت هذا اللي بيحبها تعال ناخذ هي اوكي يلا 2-1 اوكي شو رايكم يا جماعه هاي بيجامتي اليوم هذا كله سبراي يا اخي شو مشكلته هذا الزلمه مو طبيعي الصراحه يا جماعه كثير تعبان صار في كثير اشياء صار في كثير اكشن صار في كثير تبديل حفوت نام هلا هون وبكره الصبح بنفيق ومنكمل وبس يلا سي يو تومورو جود نايت سو هلا انا وصلت على الاوتيل اللي هو فيه اسامه انا بكره نام في الاوتيلات او بكره نام بمكان غير بيتي بس مضطر لان بدي اعيش حياته حياته فاشله شو رقم الغرفه اصلا ما بتذكر شو كانت بس خلينا نشوف شو اللبس هذا وحاس حالي نوري يا رب تكون نظيفه كلسات في الارض الغرفه مش نظيفه الشيء الوحيد اللي منطبه هو التخت انت شو أسامة شو وضعك ليش حس انت جاي من السفر بس بكلسات وانت يا بك والله كلسات هون كلسات هنيك في علبة سبراي قد ايه عنده تقول تحميله لما بدي نام البس بيجامة نوم مع انه حاليا حاس حالي انا من الصبح لابس بيجامة نوم شوف كله شو هالو كلسات بكل مكان كلسات ما عنده غير كلسات كلساتات جداد اخذ كلسات مشان لما ارجع لحياتي الطبيعيه البسهم هي ما حدا يقول له كل غرفته شو مكركبه ما بينعاش معه هاد ما بدي اعيش حياتك من يوم وراح خلص كل واحد يعيش حياه الثاني النوم تكون على خير ونرجع فيه ونرجع كل واحد لطبيعته شوف المشط حتى شو بتمشط انت شعر باطك شو هالمشط مو قاعد خلونا نحن ننام ونشوف شو ممكن يصير لبكره مو في كيس هون هذا الكيس شو ان شاء الله يكون في اكل ما يجوع كلسات كمان جوا الكيس كلسات هاي مش من عادات اسامه لا ما بصير ما بصير ما بصير لازم نخرب له بما انه هيك احلى شكرا بس انا حنام بدي ارجع لحياتي بكره الطبيعيه عشان ارجع واكون مبسوط اوكي هلا بتتحول كلسات كمان قاس تصبح على خير اوكي يا جماعه ابديت سريع امتى هلا شغلت الضوء صار لي شي ساعتين هيك بالفرشه بيني وبينكم يا جماعه مو كثير مرتاح
للبني ادم هذا، هو حياته نفسها ما بيعرف يمشيها. خايف هلا يكون جايب العيد بالاوتيل عندي كمان مشان نعمل فيديو اكشن. قلت ليش ما اقوم هلا من الفرشه وكمل الفيديو هلا، اني اروح لعنده على الاوتيل اشوف شو عم بيساوي وبهدله على الستوريات اللي عم ينزلها، وقلعه وطلعه من الاوتيل وانا اروح نام محله. الله يستر بس ما يكون جايب شيء وحده على الاوتيل وناكل هوا. خلينا نروح نشوف شو عم يعمل. Let's go. اوكي جماعه الوقت كثير متاخر لكن هلا وصلت على الاوتيل. اتوقع غيث يكون نايم هلا. خلينا نروح نشوف. معقول نايم؟ شكله غفلان. ما عندنا زبالة. شو الو زبالة؟ الو 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 الو. لا حول ولا قوة الا بالله. شو عم تسوي انت؟ الله يلعن شكلك. شو مسوي ورا؟ غرفتي وانا حر. شو مسوي ورا؟ غرفتي. ليش مو لابس بيجامة قبل النوم؟ ما انا بنام ولا لابس. بلكي بتنام بهالمنظر انت؟ بلكي حلمت. بالشوز بتنام؟ بلكي حلمت حرم انه عم بركض. شو؟ فانا اتلابس جاهز. حتى تاثر شو؟ شممني؟ تعبك. انت هيك بتنام؟ طب تغطى. شوف 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 شو مسوي؟ شوف شو مسوي؟ شو بسوي؟ ليش جاي؟ يا اخي ما بعرف، حسيت انك جايب العيد وماني غلط. شو هاد؟ انت لو تعرف انت شو سويت ببيتك اصلا. شو؟ تنبسط. رح شوف بعدين. شو هاد اللي شفته منزله على الستوري انت عندي؟ انا؟ شو هاد؟ شو هاد تبع شغل الضحكه هي؟ انت شو رايك بحياتي؟ حياتك صراحه كانت زباله. شو رايك بمشورب؟ مشورب رهيب صح؟ والله انا مستعد اخذ مشورب واعطيك حياتك كلها. لا حبيبي انا مع حياتي مشورب. حياتك مشورب. اوه برو برو. طب اوكي بتضحك شيء. هات ساعتي شوي هون. خلص حلو. جوالي بالله. تليفوني تليفونك. ايش تمام محفظتي؟ افتح سيارتك. سلم تفضل. تسلموا. تفضل شيء لسه؟ لا بس اوكي ماشي يلا تعال. ياك الموضوع ذاك الموضوع بس جنب الباب. وين؟ ذاك الموضوع. ايوه ورجيني. اعطيني فلوس؟ ايه والله. يلا تحضر تحضر تشوف. اعطيني فلوس؟ ايه مره كسر. غمض عيوني؟ ايه ايه غمض غمض. غمض غمض. لك الباب. لا يا رب يا رب يكون هيك ورد وقصص. طلع هيك. تعرف هدول الاشياء على الانستغرام؟ تعرف هدول المجموعة على الانستغرام؟ ايوه هن هدول. هلا؟ اوكي جماعة وصلنا اخر فيديو. شو رايكم؟ عجبكم؟ تعملوا لايك سبسكرايب كيف تكون كذا تحت وبس. Yeah. في خروف عليه خط احمر ليه؟ قليل دسم؟ الله يا اخي انت لساتك تمام.